أنا اخترت المحترفين وأنا مسؤول عنهم. ليما من أفضل المدافعين في الكرة الكويتية المواسم السابقة. سانتي بالنسبة لي لاعب جيد جدا، ولاعب إذا ما وظف بشكل السليم راح يكون من أفضل اللاعبين. اليوم سانتي علشان نخرج أفضل ما في سانتي، سانتي الشباب. اليوم زيد زكريا كان موجود معاه، التركماني موجود معاه، سيزار موجود معاه، فهؤلاء اللاعبين أكيد لديهم تفاهم كبير مع سانتي، فراح نشاهد أفضل ما في سانتي. سيزار لاعب بالنسبة لي مميز، وأيضا يناسب الاستراتيجية المالية والفنية اللي وضعناها مع رئيس النادي بالنسبة للموسم القادم. فأعتقد أن الانتدابات إيساكا لاعب مهاجم قادر على تسجيل من أنصاف الفرص، وهذا الشيء اللي كنا نعاني منه من نادي السلمية بالموسم السابق. اليوم عندنا مهاجم يسجل، فأعتقد أن التعاقدات جيدة بالنسبة لنادي السلمية. ألف شكر. شكرا. ألف شكر، وبالتوفيق دائما في الموسم. مشكور.